السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده احنا جايبين لكم احدث اصدارات مضارب الناموس. المضرب ده 3 شبكات، الشبكه اللي في النص شبكه ضيقه جدا ما بتعديش اي ناموس. المضرب ده زي ما احنا قلنا لحضراتكم احدث اصدار، بيتشكل على 3 اوضاع. اول شكل زي ما احنا شايفين كده ممكن تحطه على ستاند او على ترابيزه. تاني حاجه الوضع الطبيعي الديفولت اللي كلنا عارفينه لاي مضرب اللي انا بمسكه في ايدي. في كمان ميزه تانيه اللي انا ممكن هلفه كده اكني احطه على ستاند، بس في مكان هنا العلاقه ممكن اعلقه. وفي فيديو تاني على اليوتيوب شرح تفصيلي للمضرب. المضرب ده 3000 فولت، دايرة الصعق بتاعته قوية جدا. المضرب ده البطارية بتاعته 1200 ملي، بطارية تقدر ليها تعيش معاك. المضرب ده فيه ميزة إضافية جامدة جدا، إنه بيشحن بكابل تايب سي، مش هتحتاج أنت كابل شاحن أو فيش الكهرباء، أي كابل موبايل عادي في البيت هيقدر يشحن. المضرب ده دايرة بتاعته قوية جدا، وفي مود اللي هو فيه كشاف من هنا يقدر يشتغل، والمود بتاع الستاند بيدي معانا النور البنفسجي اللي بيجذب الناموس، وفي نفس الوقت هو فعلا الدايره بتاعته زي ما احنا شايفين قويه جدا. ستاند باكت ستورز، احنا بفضل الله اصل الكترونيات. شكرا.